سلمى وإلى مساحة جديدة من صباحنا غير إلى علم النفس. يرتبط الطقس بالحالة المزاجية للإنسان، وكثير بنشوف أشخاص بيكتئبوا في مواسم معينة من أو بفصول معينة، وأشخاص بيكتسبوا طاقة وحيوية. أكيد نرمين، ويمكن هذا الشيء بيعود للحالة النفسية لكل شخص فينا، فبنشوف تبدل الفصول، تبدل مزاج الأشخاص مع هاي الفصول. منهم ناس مثل ما قلتي بيروحوا للاكتئاب، ومنهم بيروحوا لحالات أخطر من الاكتئاب اللي هي حالات الغضب. أيضا بيصير تصرفاتهم معنا مقبولة، فيها شيء غلط. طبعا هاي الحالات تأثير الجو العام على الحالة النفسية والمزاجية للأشخاص، كيفية التعامل مع بعض هاي الحالات وغير من الاستفسارات رح تجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم بصباحنا غير، دكتورة رندا رزق الله، وهي عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق ومعالجة نفسية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا دكتورة. يسعد صباحك سلمى، وصباحك نرمين، وصباح فريق العمل جميعا. يسعد صباحك دكتورة. خلينا نبدأ من السؤال الأول، شو الرابط اليوم بين الحالة المزاجية والطقس عند الإنسان؟ هلا في عنا شيء اسمه الاكتئاب الموسمي، يعني طبعا عبر التاريخ، يعني تاريخ علم النفس عرفوا بانه الانسان بيتفاعل مع الطبيعه، بيتفاعل مع الجو يلي هو المحيط، البيئه يلي هو فيها، سواء هالبيئه اجتماعيه او بيئه طبيعيه. وواضح كان عندنا الاكتئاب اكثر شيء انه هو عم يتغير وعم يزيد بفصول معينه وعم ينقص بفصول معينه، بالاخص انه عندنا الاكتئاب الموسمي اللي عندهم هي الحاله بيكونوا هن اشخاص اساسا عندهم بنيه اكتئابيه، يعني عندهم شخصيه شوي متجنبه، بتحب العزله اكثر من تفضل العزله اكثر من العلاقات الاجتماعيه، بتفضل تقعد لحالها، تعمل نشاطاتها لحالها، تكون يعني انطوائيه شوي نوعا ما. ولكن بيجي عندنا موسم الشتاء، النقله بين الصيف والشتاء هي بتعمل انخفاض بالمزاج. هالانخفاض بالمزاج ممكن يوصل لدرجه الاكتئاب اذا توفرت ظروف تانية، يعني معه إذا توفرت ظروف نفسية بيئية ممكن تكون تخفضه أكثر مما انخفاض بسيط، يعني ممكن يكون انخفاض بسيط، ممكن يكون انخفاض كتير كبير وحاد. لذلك هون هدول الأشخاص هن بيعرفوا هذا الشيء، يعني مع مر الزمن من هنا وصغار، بالأخص بيطلع بالمراهقة وبعدين بيكمل للبلوغ ولكل العمر، فبينتبهوا بانه نحن بصير عندهم هذا الربط، انه انا هلا بدي فوت بالشتاء، انا بالبرد، انا بهذا الطقس. بنسمع كثير ناس هيك تحكي انا بهذا الطقس بكتئب، انا بهذا النقص بهالطقس هذا بتضايق، بيزعجني. في عندنا النقله الثانيه اللي هي بين الشتاء والربيع، كمان هي هون بنشوف اللي عندهم مزاج هوسي او اكتئابي هوسي وثنائي القطب، ممكن هذا كمان هون يختلف، ممكن يزيد يروح للهوس وممكن يكون يعملنا اكتئاب، يعني حسب كل شخص، يعني كل طبيعه شخص. طيب دكتورة، خلينا نحكي اليوم المشاعر بشكل عام، يعني الأشخاص ممكن حالة جو العام يتأثروا من المحيطين، يعني ممكن يكون هو ما كتير تفرق معه تأثير الفصول، ولكن من كتر ما بيسمع من اللي حواليه أنه أنا بيجيني اكتئاب بهذا الفصل، أنا بيجيني كذا، فشلون ممكن الشخص خليني أقول يحصن نفسه شوي اللي هو أصلا ما عنده تقلب بالمزاج؟ يعني ايه هلا هو التحصين النفسي مهم للجميع، يعني نحن بنقول من الطفل من هو وصغير لازم نحن نعلمه انه يحمي حاله، يحمي حاله نفسيا من كل العوامل اللي ممكن تكون تصيبه بالقلق، والقلق الاكتئابي والاكتئاب وغيره يعني من الاعراض. فنحن بنقول دائما انه لازم نحصن انفسنا نفسيا، وهي مهمة جدا الواحد هو يفهم على حاله، يعني هي وانه ما يكون الموضوع فهمه بس الخارج، يفهم ذاته. انا ما بدي افهمك بس انت وافهم شو عم تقولي لي، بدي افهم حالي، وهذا جزء من الذكاء العاطفي يلي هو فهم الذات، فهم المشاعر الحالية اللي انا عم عيشها، وبناء عليها انه كيف انا بدي احمي حالي، كيف بدي احمي حالي من أول شيء الجو الكئيب يلي هو ممكن يكون عايشه، النقصان الموجود يلي ممكن يكون بعيشه،
نقص بكل شيء، يعني بتعرفي هلا الأزمة الاقتصادية عالمية هي مو بس بسوريا وعم يعاني منها كل العالم، فممكن كل الناس عندهم نواقص معينة بحياتهم، برفاهيتهم، بحياتهم العادية، بأساسيات حياتهم، فهذا بيعمل لحاله بيعمل مزاج منخفض، فنحن بدنا نحاول نحفز دائما المزاج ليرتفع، وهي طاقة حقيقة، طاقة حياتية، طاقة حب للحياة، يعني هيك حرفيا اسمها طاقة حب للحياة. فنحن بدنا نعرف كيف نحفزها هي الطاقة، وين مفاتيح تحفيزها، وهذا الشيء بيكون بأنه كل حدا يفهم هو وين نقاط التحفيز هي الطاقة عنده. يعني من الصبح بجوز يكون فايق وما عنده أي مزاج لأنه يقوم يعمل ولا شيء، ولا وكله عنده بذهنه كل الستائر مسدلة تجاه أي إمكانية لعمل أي شيء أو أي نشاط، وأنه كله ما له مفيد وكله ما له داعي، ولكن هون بده يفتح هاي الستارة ويقول لا أنا بدي، لو ما في له داعي، لو أنا شايف أنه ما في داعي أنه روح وأعمل وشوف رفقاتي وأطلع وأطلع على الجامعة أعمل أي نشاط، لو ما في داعي أنا بدي أطلع. فهون هالتحفيز هذا اللي كتير هي بنعرفها وسمعناها كتير، أنه الصبح فيقي طلعي بالمراية وتسمي وقولي أنا حلوة وأنا بحبك، قولي لحالك أنا بحبك، هي لحالها بتعطيكي طاقة محفزة. هلا كل حدا له نقاط هو بيفهم على حاله أنه كيف بده يحفز حاله، منا المشي، منا الرياضة، منا يسمع موسيقى معينة، ممكن يحكي مع صديق معين، يطلع لاجتماع معين، للقاء معين أصدقاء أو كذا، هو بيعرف، أو على جو ريفي معين بيعمل تنشيط لمداركه، للرؤية، للصور اللي عم يشوفها. يعني كتير مهم نغير المكان ونغير الصور اللي عم نشوفها، بدل ما أنا بنفس البيت ونفس الحيطان ونفس الجدران، اطلع غير هذا الشيء. فكتير عنا وسائل تحفز طاقة حب الحياة، وهي هي الطاقة اللي بتخلي الإنسان يتجاوز الاكتئاب. يعني الإنسان الاكتئابي بيفهم شو معنات هذا الشيء، لأنه بيحس بحجر بشيء تقيل وعم يشده لتحت، فهو بيفهم أنه أنا كل يوم لحتى أقوم على شغلي ولا أروح على جامعتي ولا أروح أدرس ولا أروح أشتغل ولا أقوم شوف أولادي شو بدهم شو طلباتهم، بدها طاقة لأرفع حالي، فبيعملوا هاي المحفزات كلياتها. كتير مهم بالنقلة من الفصول أنه ناخد الفيتامينات، نهتم جسديا بحالنا، يعني إلى جانب نفسيا نحن بحاجة إلى الجسد، الجسد والنفس متكاملين، ما فينا نفصل. وأنا بس عم بحكي لكم هلأ شلون الجانب النفسي، الجانب الجسدي مهم، التغذية، الشيء اللي اعتدناه بالصيف غير اللي اعتدناه بالشتاء، بالأخص ببيئاتنا هون بالبيئة المتوسطة أو الشرقية، عنا كتير الشمس والشوب والصيف حر كتير، فبتتغير طبيعة شرب السوائل وطبيعة الأكل وطبيعة الانطلاق والطلعة برات البيت، نجي على الشتاء بتصير العكس تماماً، فهي النقلة كتير كبيرة عنا بين الصيف والشتاء. أكيد مشي بالشوب لحاله بيعصب، يعني من غير سبب واحد ماشي شوي بالشوب مثلا أو تطلعي سيرفيس وشوب يعني إجبارية. فأكيد في كتير بالبيئة محفزات، بس نحن بدنا نكون أقوى منها، نحن بدنا نضل محافظين على هي الطاقة لأنه هي طاقة الحياة حقيقة، وإذا صحيح. فقدناها نحن معناتها رايحين على مكان مظلم، مكان سيء جدا، ووقت اللي بيفوت بالاكتئاب حقيقة بصير صعب الطلع منه، وبيعرفوا بيحكوا كتير الناس الاكتئابيين قديش تقيل وقديش صعب انه يتخلصوا منه، بالرغم من الأدوية، بالرغم من العلاجات النفسية، بالرغم يعني هو حقيقة مرض منتشر بشكل كتير كبير، بالأخص الاكتئاب الموسمي، يعني دراسات بجامعات مهمة بتحكي عن الاكتئاب الموسمي اللي هو بيصيب تقريبا 65% من مجموع سكان العالم. نعم. فهو منتشر بشكل كتير كبير غير بقى الأنواع الاكتئاب الثانية، يعني لذلك وممكن يودي للانتحار إذا أهمل، لذلك نحن بدنا ننتبه لهذا الاكتئاب الموسمي. ويصير هنا حقيقة اللي عندهم يا بيعرفوا يتعاملوا معه، بيقول لك هلا أنا تركوني شوي، أنا هلا عم يتغير الطقس فتركوني شوي، أو أنا مع الشيء، أو أقعد شوي لحالي أو كذا، وبدي أسمع هالموسيقى. صح. فهنا بيفهموا على حالهم تماما اللي هي
هلا بالإضافة لأنه وجود عندنا جو هلا قصة الكورونا، مثل ما كان عم يحكي الدكتور نبوغ العوا، كان الموضوع كتير كمان مقلق ويزداد قلقا، لأنه في عنا الإعلام، السوشيال ميديا، الضخ الإعلامي الكبير لشو عم يصير بالعالم من وفيات، من آلام، من حتى لو أنا ما انصبت بالكورونا بس أنا عم بسمع وعم شوف كل هذا، هذا عم يصيبني بقلق. واللي عنده يعني استعداد للاكتئاب بيعمل اكتئاب أو بيروح لقلق اكتئابي، فبيزيد القلق وبيزيد الاكتئاب. نعم، يعني مواضيع عديدة وهذا الموضوع بطول الحديث فيه، ولكن وقتنا انتهى. بدنا نشكر وجودك معنا دكتورة رندا وعلى كل النصائح اللي قدمتيها. وتشكركم كثير. شكرا لك دكتورة.